الجمهورية للراليات والتي أقيمت تحت شعار تحدي صحراء مصر 2010 والتي أقيمت في واحات مصر المكسوة بالرمال الناعمة والذي يمثل اجتيازها في حد ذاته تحديا كبيرا للفرق المشاركة لتؤهلهم لخوض راليات أصعب على المستوى العالمي. على رمال الواحات المكسوة بغرود الرمال الناعمة تنافس أبطال المستقبل في البطولة الرابعة للجمهورية للفوز برالي السيارات تحدي الصحراء مصر 2010. البطولة شهدت أحداثا درامية ومنافسات ساخنة بين جميع المتسابقين الذين بلغ عددهم 45 متسابقا ما بين سيارات دفع رباعي وإداريين وفنيين جميعهم من المصريين. احنا بنشجع على هذه الراليات لتشجيع على رياضة السيارات والدراجات النارية والكارتينج، بنساهم بقدر الجهد في إنجاح هذه الراليات. طبعا ده رالي تحدي الصحراء كل المشاركين فيه من المصريين. البطولة شهدت مشاركة أول سيدة في السباق والتي فاجأت الجميع بحماسها وإصرارها على خوض السباق رغم المتاعب والمخاطر الكبيرة المعرضة لها. كان تحدي قوي وكان الرالي صعب مش سهل، بس ربنا كرم الحمد لله وعملنا حاجة كويسة. البطولة تهدف كذلك لنشر اللعبة وتشجيع الشباب على ممارستها والتوسع فيها وتكوين فرق مصرية قادرة على المنافسة في السباقات والراليات الدولية خاصة رالي الفراعنة. الحمد لله الرالي كان موفق جدا من ناحية التنظيم ومن ناحية عدد المتسابقين، برضو كان 13 عربية السنة دي، فالحمد لله يعني مبسوطين على المركز اللي احنا احرزناه. يعني احنا فريق رحالة، احنا السنة دي عملنا انجاز قوي جدا الحمد لله ان احنا اول فريق مصري في تاريخ الرياضة نصنف عالميا، دي كان اول مصر على قائمة الابطال العالمية يكتب اسم مصر، فده انجاز نفخر بيه جدا. احنا برضو الحمد لله كسبنا بطولة مصر السنة دي، كابتن هاني عمر من الفريق بتاعنا فريق رحالة هو اول جمهورية وانا الحمد لله ثالث جمهورية. اللجنة المنظمة اختارت مكانا جديدا غير مألوف كي يتعود المتسابقون على الطبيعة المختلفة للأراضي الصحراوية وزيادة مهاراتهم والتي تؤهلهم لخوض راليات أصعب مصنفة عالميا. عندنا دلوقتي فريق عمل بيشمل فريق التحكيم، فريق الطبي، فريق فتح المسار، فتح المضمار، غير طبعا نقط المراقبة اللي بتتحط في الحتت المختلفة، فطبعا كل ده بيخلي ان الناس بتبقى حاسة بالأمان وهي داخلة الصحراء. من حفل توزيع جوائز الجمهورية للراليات، سيد زيد، التلفزيون المصري. فاصل قصير نستعرض بعده الأحوال الجوية والطقس.